عليكم يا شباب، مين فينا مش بيشيل موبايل؟ كلنا بنشيل موبايل. طب تعرف ان الموبايل اللي معاك الاداه البسيطه دي ممكن تستخدمها للدفاع عن النفس؟ حد هيقول لي ازاي يا كابتن؟ يعني اسيب قبضتي ولكماتي وركلاتي واستخدم الموبايل؟ قدر الموبايل يا رب اتكسر ولا يتكسر ولا بتاع. والله العظيم الادوات البسيطه دي لو استخدمناها بشكل صحيح هتبقى اقوى من قبضتك. ليه بقى يا معلم؟ لانه مجالنا اختصاصنا وعاملين عليه تجارب كتيره جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اميز يا شباب ما بين الموقف خطير ولا الموقف عادي. شده الموقف هو المفهوم الذي يقاس من خلاله شده الضرر التي سوف اقوم بتطبيقها على شخص ما. يعني دلوقتي في واحد مثلا بيرخم عليا، بس في احيانا كانت واحد صاحبك رخم او واحد كان في توت الشارع يمسكك كده يعمل لك كده، ايه دي الحلاوه دي؟ ايه يزق فيك مثلا فيها كده الحاجات دي مثلا، ايوه اللي هو يمسك فيها كده من تحت ومن فوق وبيهزر معايا خناقه قايل، وانا بقول له ابعد يا عم عليا، فزقيته كده عاوز يضربني مثلا. بقى ده موقف دلوقتي مثلا تافه او عادي. لو موقف تافه او عادي او عارف ان الشخص ده قدامي اي كلام تمام، بضربه في نقاط الضعف العاديه زي البطن يا ربي، الصدر، الكتفين، الظهر، الذراعين والرجل كلها. نركز بقى ازاي استخدم الموبايل. بسم الله. افضل مسكه للموبايل يا شباب هي المسكه بالطريقه دي، اوكي؟ وما تخافش موبايلك مش هيتكسر لو مسكته صح، تمام؟ هضرب زي ما قلت في المناطق دي، هنعمل تجربه. بص يا كوتش، الضربه ديت نفس الضربه، مين فيها الم اكتر؟ الثانيه. عارف ليه؟ لان دي فيها حواف شديده جدا، عامله كده شباب زي السكينه او شبيهه بالعصا اللي فيها حواف شديده، فنفس النظام، اوكي؟ فالموضوع كله مش موضوع، يعني بص هو كده ايه، كتله على كثافه، موضوع علمي كده، اللي هي قوه الموبايل يعني متجمعه في الحته دي مع في المنطقه دي يا ربي، مع ماسكه صحيحه هتسبب لك الم شديد، اوكي؟ يعني مثلا برضو بص معايا كده، لما اجي اضغط هنا عليك مثلا، دي حاجه اسمها بريشر بوينت، يعني نقاط الضغط الحساسه جدا في المنطقه دي بالظبط. يعني بص كده، شفت؟ حاسس بألم شديد جدا، صح؟ بص هنا دلوقتي لما جيت مثلا ضغطت عليك عادي، انا ما غمضتش ازاي؟ يعني 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 معناه ان حاجه بسيطه ديت هتبقى اقوى من قبضتي. طيب ايه اللي انا هعمله؟ نمبر 1، انا هو الموبايل مثلا معايا في جيبي وحد مثلا زقني يا كوتش، اوكي؟ او موقف عادي، طلعت الموبايل بتاعه، هو بيجري وراك، اجري، حاول تبقى كده وزقه بايدك، وهنا بقى ايه وبيقرب منك اهو، او اضرب. شايف معايا؟ بص تعالى من الزاويه يا كوتش اهو، ها اضرب كده بايدك، بص زقه واضرب كده، بص ورا بعض اهو، في البطن، في الصدر، نوع الضربات. قرب مني يا كوتش كده، شايفين بزقه كده؟ واحد اهو، بصوا 1 2 3 بضرب في الرجل، بضرب ورا بعض، بنوع. هو عمال يقوم معاك فانت لازم تنوع اهو، اجري اهو، زق اهو، ممكن برضه تضرب برجلك، سوري يا كوتش، اهو زق، اجري كمان اهو، هضرب. طبعا الضربات دي كلها هتخليه يحس بالم شديد، وبالذات لو جت في الصدر هنا، اوكي؟ اداه بسيطه هتسبب له ضرر. لكن البار 2، الجزء الثاني، لو الشخص ده عاوز يسبب لي ضرر، ماسكني مثلا من هنا، ماسكني مثلا هنا بقوه مثلا، وانا اتخيل اهو في الحاله دي بقول له ازاي مش عايز، حط ايدك الثانيه عليا كده، طلعت الموبايل اهو، وفي الحاله دي هضرب في الوجه، في العينين، هضرب في العينين طبعا، في الانف، هضرب في مناطق الضعف، في الدماغ، في جانب الدماغ، هضرب في مناطق الضعف كلها الحساسه، ضربه واحده هنا كفيله هتخليه يمسك نفسه اهو، بصوا كده، ومش هيقوم تاني. في الحاله دي ممكن تجري، ممكن تعمل اللي انت عايزه، يبقى الموبايل ماسكه بالشكل ده وهضرب بالحواف بتاعته، اوكي؟ وممكن برضو احيانا امسكه كده، لو انا هضرب مثلا في البطن ممكن امسكه كده، اوكي؟ لكن لا، الافضل يعني من وجهه نظري ان انا امسكه المسكه دي فقط وهضرب بنفس المنطقه، لا اما في نقاط الضعف الحساسه او الوجه، العينين، النثره والذقن، لو موقف شديد واضرب في نقاط الضعف العاديه، لو موقف عادي او واحد ايه بيرخم عليا او ضربني ضرب عادي. يا رب نكون استفدنا. لو هنلاحظ ان معظم حركات الادوات، تكنولوجيا الادوات متشابهه شويه، لكن الاختلاف، اكتر اختلاف هو في كل اداه ازاي تستخدمها صح وعلى حسب الموقف. ويا رب نكون استفدنا. السلام عليكم. عاش يا كوتش قوي.